نرجع مرة تانية لشرم الشيخ وفعاليات قمة المناخ كوب 27. خلينا نروح مع حضراتكم للقاء مهم أجرته الزميلة العزيزة إلهام نمر مع سامح شكري وزير الخارجية لترأس أمس الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني على مدار سنة كاملة ومصر بتستعد لاستضافة أهم وأكبر قمة بتعالج مشاكل هذا الكوكب وتعالج مصير هذا الكوكب، وهي قمة التغيرات المناخية في دورتها 27. حقيقة كل التحية والتقدير لفريق العمل اللي وراء يعني هذا النجاح المشرف اللي احنا تابعناه النهارده من خلال بداية أعمال كوب 27، وكل التحية والتقدير للرئيس المعين لكوب 27 وزير الخارجية سامح شكري. اهلا وسهلا بحضرتك، وبنهني حضرتك على الحقيقه يعني النجاح اللي احنا شفناه النهارده من خلال مجهود شاق وضاني على مدار عام كامل. اهم التحديات اللي قابلت حضرتك وفريق العمل في تحضير لهذا المؤتمر في ظل وجود تحديات وازمات جيوسياسيه وازمه طاقه واحداث نحن كلنا اعلم بها؟ شكرا جزيلا. التحضير زي ما تفضلتي سيادتك تم منذ نهاية كوب 26 في جلاسجو، وعندما أعلن عن استضافة مصر، وهذا شرف تحظى به مصر لما أبدته عبر السنين من اهتمام ومسؤولية تجاه قضايا تغير المناخ. هو شرف ومسؤولية، مسؤولية أن نقود الإطار المتعدد الأطراف في قضية بهذه الأهمية، قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، وبالتأكيد أنها تمس الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري. كان من الأهمية أن نطلع بالتنسيق مع فريق العمل البريطاني، ولكن في ظروف مغايرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية اللي نشأت وتبعات ذلك في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم وكل التداعيات السلبية المتصلة بهذا الأمر، لأنه جعل الأولويات اللي تم التركيز عليها منذ مؤتمر باريس وثم جلاسجو والتعهدات اللي قطعتها الدول على نفسها يظهر بعض التراجع وبعض تزكية أولويات أخرى غير أولوية التعامل مع تحديات قضية المناخ. فكان أهمية أنه نبرز أنه هذه القمة هي قمة التنفيذ، قمة تجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وبشكل واقعي يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، قضية التمويل اللي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف، وأيضا العمل على إدخال إلى برنامج عمل للمؤتمر قضية مطروحة على الساحة على مدى 30 سنة. فتركزت الاتصالات الوزارية الغير رسمية على مدار العام لتزكية اهتمام الغالبية العظمى من الدول بهذه القضية، وهي قضية الخسائر والأضرار. والحمد لله بعد مفاوضات عميقة ومدنية خلال 48 ساعة من قبل فريق التفاوضي المصري تم التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل المؤتمر واعتماده صباح اليوم بسلاسة. نقدر نعتبر ده إنجاز للرئاسة المصرية لكوب 27، أنه بندخل لأول مرة فكرة الأضرار damage and loss أو loss and damage، خسائر والأضرار، في الخسائر والأضرار في كوب 27. ده يحسب لمصر بالتأكيد، أنه أتى بعد جولات غير رسمية من المفاوضات والتشاور على مدار العام، ويأتي كإنجاز مهم بأن يكون هذا على جدول الأعمال بشكل رسمي، وأن يكون هناك إطار زمني للتناول المؤتمر والأطراف لهذه القضية والوصول إلى نتائج حولها
خلال فترة زمنية محددة. مصر تتحدث باسم القارة الإفريقية والأفارقة، الكل يعول على مصر في هذه القمة. فكرة الـ100 مليار دولار التي يعني تعهدت بها الدول الكبرى ولم تنفذ حتى الآن، لم يتم جمع سوى 80 مليون دولار، هل هناك آلية يمكن أن تضاف في قوس 27 لتنفيذ هذه التعهدات؟ المطالبة بالوفاء والتنفيذ الكامل للتعهدات السابقة، وكما تحدثت في خطاب بعد تولي الرئاسة صباح اليوم، كان مقدر من الجميع أن الـ100 مليار دولار ليس بالقيمة التي تواجه التحديات على المستوى العالمي، وإنما هي كانت إظهار للثقة وبناء الثقة فيما بين الأطراف. وللأسف أنه عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا زعزع قدر من هذه الثقة، وبالتالي لابد أن تبنى مرة أخرى، ولابد أن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها، ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء كان من الحكومات ولكن أيضا من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري، في إطار يمكن خاصة الدول النامية من الاستثمار في مجالات التخفيف والتكيف بما يؤدي إلى اطلاعها بمسؤوليتها. مبادرات مصرية سوف يتم طرحها خلال هذه القمة، هتطرح هناك عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية اللي تم صياغتها، تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي، الأمن المائي، الاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، كلها مبادرات نسعى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف، ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشاريع وتمويل مشاريع يكون له أثر على التحدي المرتبط بتغير المناخ. معالي الوزير، حضرتك ذكرت في كلمتك النهاردة أنه لا مجال للاستقطاب في هذه المرحلة، وأنه لابد من يعني التكاتف بين دول العالم، لأنه ما فيش طرف للاستقطاب. كيف ترى مظاهر هذا الاستقطاب؟ يعني احنا بندعو إلى تحسين المؤتمر من أي مؤثرات جيوسياسية، حتى لا تظهر أي أولوية إلا الأولوية الخاصة بحماية الكوكب من التغير المناخي الذي له أثره على عيش المواطنين ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. التوترات اللي قد تؤدي إلى التشاحن والاختلاف لا تخدم مصلحة تغير المناخ ومعالجة الآثار المدمرة، ورأينا هذا العام ظواهر بالغة في الخطورة لم تكن في الحسبان، أدت إلى فقد الأرواح وفقد الممتلكات وآثار اقتصادية ضخمة لابد من مواجهتها. أما الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية فهي تزول بحكم الجهود المبذولة في الإطار المتعدد في الإطار السياسي، ونستطيع أن نتجاوزها. لكن إذا ما تعدينا نقطة اللا رجعة في إطار تدهور حالة الكوكب الأرض، فسوف يصعب علينا أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وسوف نرى تدهور بالغ في المناخ اللي نعتمد عليه للحياة. هل الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة وتداعياتها هل أثر على أجندة عمل المؤتمر وعلى توجهات الحاضرين أيضا في المؤتمر؟ هناك شواهد بأنه أزمة الطاقة المتولدة أيضا عن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى بعض التراجع في عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وعدم السير قدما في توسيع الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة. لكن نحن ندعو إلى ضرورة الالتزام بما تم التعهد به في هذا الصدد، وعدم التراجع وعدم حدوث انتكاسة في هذا السبيل، ونطالب الدول اللي ربما نظرا للتأثرات الاقتصادية تفكر في العودة إلى وسائل الطاقة الغير نظيفة
أن تتجاوز ذلك وأن تعود إلى المسار اللي يحقق تخفيض الانبعاثات بالشكل الملموس. هل في مطالب محددة تتقدم بها مصر كرئيسة للمؤتمر باسم القارة الإفريقية؟ القارة الإفريقية هي مجموعة طبعا لها حيزها داخل المؤتمر، تشكل تقريبا ربع العضوية ولها أطر داخل الاتحاد الأفريقي في التنسيق وتحديد المواقف، وتتحدث بلسان واحد، والمشاركة في قمة القادة من قبل القادة الأفارقة مشاركة كثيفة ليعلو صوت أفريقيا وأولويات أفريقيا وتحقيق المصالح الأفريقية، خاصة في الانتقال العادل في الطاقة بما يتيح لأفريقيا الاطلاع من مسؤوليتها في تغير المناخ، ولكن لا يعيق استمرار تنميتها المستدامة وتجاوز الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين. كل التوفيق إن شاء الله معالي الوزير سامح شكري والرئيس المعين لكوب 27، التوفيق لهذه القمة التي تترأسها مصر، كل التوفيق والتقدير معالي الوزير. شكرا جزيلا.